يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.